كل التحيات للأصدقاء متابعين بحلقة جديدة من مشاكل وحلول. حلقتنا اليوم بدها أكثر من حلقة لأنه واقع القطاع الطبي الاستشفائي الدوائي وصولا للتأمين والضمان ومتفرعاتهم قد ما حكينا عنهم ما بنقدر نعطي الموضوع حقه لأنه الملفات كثيرة. مع ضيفنا لليوم تكررت لقاءاتنا معه من مرة لمرة، عم نشعر نحن أنه أمام ملف كبير جدا يحتاج إلى إمكانيات للوصول إلى تفسيرات في بعض البنود يلي منواجهها نحن كمضمونين إنجاز التعبير. ضيفنا بيرفض ينقال أنه في فوضى هن مسؤولين عنا بقطاع التأمين، بيقول نحن مش مسؤولين، مش مسؤوليتنا، الواقع فرض حاله علينا وعليكم. طبعا اختلاف بتسعير التغطيات بين شركة وأخرى هو أمر واقع وقائم. المستشفيات اليوم عم تتمسك بطلب الحصول على الفاتورة الاستشفائية بالفريش، وطبعا التغطية الصحية حاليا عم بتصير مع فرض فروقات مالية قد تكون كبيرة فوق طاقة المريض عم بيتحملها، لسيما وقت اللي بتدخل المستلزمات الطبية بالأمر. بعقود التأمين الجديدة الخبرية منا جديدة، ولكن من فترة صار لها كم يوم أو من نص تشرين الماضي العقود صارت بالدولار الأمريكي، يعني بدنا ندفع فريش للشركات لحتى شو؟ هيدا اللي بدنا نعرفه، إذا رح نخلص فعلا من مشاكل نحن منواجهها إذا توفر الفريش بين إيدينا الدولار. ضيفنا إلينا سناس رئيس جمعية شركات الضمان بلبنان، أهلا وسهلا فيك. أهلا، صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. قديش بعد في خير بالبلد؟ كثير بضل في، بدنا نضلنا نتفائل، ما لنا حق. أنتو شركات التأمين بتكون تلاقوا تفسيرات، فسرت أنت يعني اليوم أنت عملت لسان حالنا، خلصت الحلقة والله. فسرت كل شيء وقلت كل شيء بوعية صراحة، قلت كل شيء بوعية كتير كتير شفافة، وهو هذا الواقع، هذا الواقع المرير لسوء الحظ. أنا مضمون اليوم افتراضا، معي بوليس التأمين، رحت على مستشفى، بدك تفسر لي الحالة كيف أنتوا بتواجهوا، كيف بدي واجهها والمستشفيات وأنتوا كيف بتواجهوها، كيف بتتابعوها معنا؟ اليوم في البوليس القائمة اللي كانت وبعدها ماشي لهلا كان باللولار، بالدولار المصرفي دفع، هيدي البواليس عم بيتاخد فروقات بالمستشفى من الأطباء على أكثر شيء المستلزمات الطبية والأشياء الفريش. كل شيء بده يفوت بده يندفع عليه فروقات؟ ما في شيء عم يدفع فروقات، لأنه اليوم الليميت الموجودة بالبواليس باللولار ما بقى تأدي له المستلزمات، حتى فحوصات لابراتوار كذا كله بده يندفع، مش كل شيء، مش كل شيء، بس عم يدفع. لسوء الحظ وين المشكل الكبير؟ نحن توصلنا كنا مع أكترية المستشفيات على هالفترة الانتقالية للبواليس اللي بعد سيرة المفعول. حتى متى؟ لآخر حزيران تخلص تقريبا 22. نعم، وصلنا على زودات معهم نتحملها نحن، زودات تعرفة من تشرين لحزيران بتدرج نحملها نحن، ونصحنا زبيننا نحن كلنا انه اليوم اذا بدك تريح بالك نحن مستعدين نوقف لك العقد، نرجع لك المصريات على 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 المدة المتبقية، وبتصدر عقد جديد بالفريش دولار. ليش العقد جديد بالفريش دولار؟ لأنه اليوم فواتير المستشفيات صارت من تشرين الأول مثل ما تفضلت وقلت بالفريش دولار، ونحن مجبورين نستوفي أقساطنا بالعملة اللي بندفع فيها فواتيرنا، ما فينا نعمل مسماتش. طب أنتوا بتعملوا إعادة تأمين، معاد السولاري اللي برا بيدفع لكم لبناني ولا دولار؟ لا فريش بده يدفع فريش، مش هيك ما بتعوضكم، ما بتعوضكم، بس انا بدفع له قسطه فريش، قسط اعاده التامين كيف بدي ادفع له اياه، واكثر من هيك هلا ما انت وصلت هلا فتحت لي باب جديد، ما بتدفع، ما في كابيتال كنترول، ما فيك تحول، ما نحن مش هيك طالبين، انتوا مش مستثنين شركات التامين من الكابيتال كنترول. نعم، لانه اليوم نحن اذا ما استثنونا من الكابيتال كنترول ما فينا نشتغل. اليوم شو سائب؟ سائب انه اليوم من وراء الانفجار المرفأ المشؤوم بلشوا بعض المعيدين يدفعوا، عم بيخصموا كل الاقساط اللي كانت مش مدفوعه لهم، عم بيخصموها بالفريش. هذا اليوم طيب. بس اليوم اذا ما نشيل هالاستثناء في مشكله لمستقبل القطاع. خلينا بالمستشفيات اذا تسمح لي، نرجع المستشفيات. انا بقلب مستشفى اليوم. نعم. اذا هالمؤمن صدر بوليسته
بالفريش على عقود جديدة ما بيتحمل أي فرق من جيته. ونحن هلأ بصدد مع معاطي الأطباء نحن بصدد نعمل تكملة للتفاهم اللي كان موجود مع نعابة الأطباء نعمل له أبديت يكون أجور مع الفريش. بس شرطنا الأساسي أنه بس يتقاضى الفريش للطبيب ممنوع يتاخد أي فرق وينطلب أي فرق من الزبون، وأي فرق بده ينطلب نحن بنرجع لنعابة الأطباء وهي بتاخد إجراءات المناسبة. طب حتى ما نخوف الناس، يعني قديش اليوم قيمة البوليسة باللولار وقديش رح تصير بالفريش؟ اليوم قيمة البوليسة بالفريش تدنت بنسبة بين 25% و35% عن اللي كانت قبل. يعني إذا كان الشخص يدفع 1000 دولار رح يدفع 650 دولار. على أي أساس؟ 3900 كنا؟ 3900 لا كانت 8000. لو كانت بتكون 8000 نعم. كان اليوم بده يدفع 650 دولار فريش. 650 ضرب اعتبر 30000 100%. يعني شي في النقطة نظبطها. اليوم لسوء الحظ مثل ما قلت لك نحن فواتيرنا عم تجينا بالفريش، صارت مجبورين نحن يكون اقساطنا تطابق العمله اللي بدنا ندفع فيها. بضل في ناس تقدر تعمل اسيورانس؟ بضل في ناس قادره؟ لك الناس بعدها، لانه اليوم بقول لك انا بدفع القسط ولا سمح الله اذا فت على المستشفى كيف بدي ادفع الفاتوره؟ الفاتوره عم تيجي كثير كبيره بتوجع. ناس عم تشد على زناره وعم تدفع القسط. هلا في ناس عملوا تدني بالدرجه الاستشفاء، في ناس كانوا بالدرجه الاولى بالدرجة الدرجه الثانيه. نحن كمان الشركات طلعت منتجات جديده مثل فيها ليميتات اصغر بس، وعدد المستشفيات المنضويين لهالبرنامج قال يعني بتنزل القيمه بعد بتنزل قيمه القسط. نعم. شو المنتجات اللي قصدتها يعني؟ يعني اليوم بعد تامين صحي مثل ما هو بس ليميتات محدود محدود ومحدود للنتورك. لا 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 زيت الشروط زيت الشروط يعني شيء استثناءات يعني ماشي ماشي استثناء يعني كل شيء الاساسي كل الاساسي مضمون. ايه كل الاساسي مضمون. خلينا نكون واضحين، عدد المستشفيات اكيد اقل اوكي، وهيدا ارخص من المنتج العادي. في ناس عم تروح على المنتج هيدا وفي ناس عم بتقول لك انا بضمن بالمنتج العادي بس عم نزل درجه. طب بس اسمح لي للناس اللي عم بيتابعونا الاصدقاء الساده المشاهدين تنوضح لهم شو الفرق بين العادي والمنتج الجديد. يعني عم بقول لك عدد المستشفيات المنضويين للبرنامج منا جامعيه مثلا بالمنتج الثاني في اثنين جامعيه بس مش كلهم. هيدا هو الفرق الاساسي. وبعدين في شويه تغطيات كماليه بعتبرها مش الاساس بس الاساس لا سمح الله واحد انضرب بمرض قوي اكيد عنده تغطيه. دوك اليوم دفع بالفريش ودفع بيشيل المشاكل عن كاهل العالم. نحن بنضمن انه ممنوع يدفع شيء براني. طب اليوم نقيب اذا بتسمح لي البواليس القائمه لحتى تخلص بحزيران 2022 عم بيضل في بكل صراحه بقول لك عم بيضل في مشاكل من وراء المستلزمات الطبيه اكثر شيء، واوقات تجاوزات من بعض الاطباء اللي عم بده ياخذوا فروقات غير الاتفاقيات اللي عملناها نحن. يعني وصلنا لمرحلة تنقول سليمان هارون محافظ الألقاب معه حق، صارت الطبابة والاستشفاء للأغنياء أو الميسورين فقط. اللي مع نفس مش لا بصراحة إيه؟ مش بصراحة مش لهالدرجة. لأقول لك ليه؟ ليه؟ لأنه اليوم أكيد العالم عم بتعض على ضرس وعم على وجعها تقدر تأمن. نعم. بس اليوم بدي فيني أقول إنه اليوم صار التأمين الصحي من أول الأولويات. حاجة أكيد حاجة أولوية كتير كبيرة، وعم تجرب العالم تشد زنارة تقدر تأمن. عم بتنزل درجة ومش عيب، لأنه أهم شيء اليوم هلا أنا بس بريمير وسيكوند في بريمير وسيكوند وتروزيام في تروزيام إيه عم ينزل درجة تقدر يمشي. أهم شيء اليوم نحن اليوم بوقت كريزة غير مسبوقة وضائقة اقتصادية غير مسبوقة. أهم شيء الواحد يقدر يحصل على الطب وعلى العلاج إذا صابه مكروه. طب اليوم بدي اسالك سؤال، يعني يحكى انه تعرفه الاستشفاء على شركات الاسيورانس بتكون اغلى من التعرفه العاديه، مزبوط؟ لا في هذا الامكان ولا هي التعرفه وحده على الكل؟ اكيد لا اكيد لا. شو بدنا نحن اكثر الناس بندفع لهم بالمستشفيات، نحن اكثر نحن عم بقول لهم الكاش تبعه كيف معقول هالحكي هذا؟ منكم مقصودين بتعتبروا حالكم انتم؟ مش مقصودين او معنيين مباشره؟ ما اكيد ما بنقبل بهيك اشياء. ما بتقبلوا؟ اكيد ما رح نقبل. طب المشاكل اللي خبرتني عنها من شوي انه كثيره بهذه المرحله، كيف عم نحلها اليوم؟
عم نجرب نتدخل مع المستشفى والطبيب، بس بسوء الحظ المشكل الكبير انه ما في فواتير، مش عم ينقطع فواتير، عم ينأخذ ايش ما بين ندفع مصاري بدون فاتوره، في شوازات عم تصير بلا فواتير باغلب الاوقات لسوء الحظ. مشان هيك عندك مده هلا هالفتره الانتقاليه للعقود القائمه رح يضل فيها ضبابيه ما نضحك. طب انا سالتك سؤال من شوي، قديش الناس اللي رح تضل تقدر تعمل تامين اليوم بالمقارنه، قديش نسبتها وقديه رح تخف اليوم بشهرين؟ نعم. ما بيبين بعد النسبه لهلا، ما فيها التدني اللي نحن كنا منتظرينه، بس بعد بكير تنشوف. على الفراش عم نحكي ما في تدني لهلا، في تدني بس مش بالنسبه للي كنا منتظرينه انه كثير كبيره، بس بعد بكير حل معقول يسائب انه بهالمده هاي العالم اللي كانت مأمنة عندها تجديداتها قادرة تدفع، مشان هيك بكير بعد تشوف. طب هذا القطاع وبدنا نشوف كمان اليوم عندك تأمينات المجموعات، يعني بالشركات في شركات بركي ما قادرة تكمل تعطي هالتغطيات لموظفينها، وفي شركات بقول لك أنا كنت أعطي لموظفيني درجة أولى بدي أعطيهم درجة ثانية. وبرجع بقول أهم شيء اليوم يكون عنده واحد قدر يعني وصول للطبابة قادر يفوت على المستشفى إذا سمح الله صار له شيء. الجروب بيطلع له دائما يعني غير رعاية من شركات التأمين؟ لا مش غير رعاية، غير أسعار، غير أسعار عن الأفراد أكيد، هذا الأهم، الرعاية المالية قصدنا، غير أسعار عن الأفراد، غير أسعار طبعا. طب اليوم نقيب كل هذه المشكلات اللي عم نحكيها وصولا لمرحلة قائمة إنه في بواليس بدها تتغير اليوم، ولكن منضل نحن نحكي عن دور شركات التأمين بقدرتها على الاستمرارية، انتو كشركات بعدوا عددكم هو مع هذه الأزمة الاقتصادية الضاغطة، ولا خفت بعض الشركات أو لا خفت شغل؟ لا عدد الشركات بعده مثل ما هو. قديش انتو كم شركة؟ 52 ولا أكثر؟ لا للي فعلي مزبوط 48 وفي شركات غير فاعلة قائمة، في يعني شركات إعادة تأمين كمان ما خص نحن، بس اليوم أهم شيء عم نقوله نحن تأمين استمرارية. اليوم كيف بيكون؟ اليوم أوضاع المالية ما بتكفي هي بس تعبرها للشركات، تأمين استمرارية اليوم بالوقت الحاضر بالمدى المنظور هو أهم شيء، نقوم بواجباتنا تجاه مؤمنين معنا والتعامل بكل الشفافية مع المؤمنين تبعنا، بدنا ناخد حقنا ونعطي الحق للعالم، هاي واجباتنا وهي نحن عم نشدد عليها كجمعية مع كل الأعضاء. كان عنا جمعية عمومية من يومين وكان هذا النداء للكل انه اليوم سمعت القطاع بالدق، اهم شيء التعامل ويعطي الحق لذوي الحق وناخذ حقنا ونعطي الحق. نعم هيدا اهم شيء. كل الشركات تسعيرتهم وحده ولا لا تختلف؟ لا في مضاربه، سوق حر، هيدا في مضاربه اكيد، سوق حر اي اكيد في مضاربه قويه كمان. يعني المنتجات اللي حضرتك حكيتنا عنها عم تحكي عنها كجمعيه ولا كشركات لا خاصه؟ لا كشركات، شركات كل شركات عندها اشياء بتختلف، يعني معناها ما في ستاندر. يعني انا منتجات الستاند يعني العادي كانت بتشبه بعضها، شويه اشياء يمكن تغير شيء من ناقص شيء بالزيت، بس جوهريا هي زيت. منتجات جديده حسب، في ناس بيحطوا فرانشيز يعني بيدفع قسم من الفاتوره الزبون، اما عدد المستشفيات بتختلف، بس اليوم اسعار اكيد مختلفه بين شركه وثانيه اكيد وكله رح يكون فريش، هيدي اتفاق واحد. اليوم فيني اقول انه 95% من الشركات صاروا فريش. طب اليوم نحن وقت بدي اقول شركات ضمان او تامين بنقول المشاكل الصحيه هي المرتبه الاولى، ولا حوادث السيارات وحوادث البناء وباقي الحروق وباقي الحوادث اللي تسبب يعني ضغوط على صناديق الشركات؟ خليني اقول لك بما يختص قطاع الصحه، بما العلاقه مع مقدمين خدمات مستشفيات مختبرات والأطباء، بلشنا نرجلجت فينا نقول على البوارس الجديدة، يعني هيدي عملنا مفاوضات طويلة بس فينا نقول وصلنا على نتائج فيها مع المستشفيات. توافقتوا نهائيا مع الجديد؟ نعم. بما يختص باقي التقديمات، عندك اليوم كمان إذا ما انقلبوا فريش عندك مشكل كبير اللي هو التضخم. ونرجع ذكرك بالقاعدة النسبية اللي حكينا فيها عدة مرات بلقاءاتنا، وهيدا أهم قاعدة بالتأمين. مشان هيك من الضرورة إنه هالمؤمن يقدر قيمة الممتلكات تبعوله بقيمته من المضبوطة، وتا ما يكون في هالتدني وارتفاع بجو اليوم كيف عم بيطلع وينزل الدولار الفريش، أحسن يعملها بالفريش ويقبض بالفريش يومتها ويكون عنده القيمة المضبوطة عطول
طولت علي اكثر من مره هذه يعني الشغله هيدي كثير مهمه بالمنطلق. طب اليوم يعني الامراض الخبيثه بعد في لها حصه عندكم بالشركات؟ ونحن ما تنسى انه احنا ملتزمين بضمانه التجديد. نعم يعني مؤمن عنا خلص بيضلوا مؤمن عنا مدى الحياه اذا بده اذا قادر يدفع واذا بده يعني اذا قادر يدفع. ليك بقول لك صراحه اليوم للي باشي اكيد رح يضلوا يدبر تيدفع لانه عارف انه فاتورته الاستشفائيه ما رح يقدر يعملها. وهذا الخوف كان عنا نحن بسموه انتي سيلكسيون انه يضلوا المضروب والمنيح ما يعود يامن. لهلا بقى بنشوفها لانه العالم بقول لك عنده صار وعي تام انه لا سمح الله بده يفوت على المستشفى الكلفه كثير كبيره بقول لك خليني ادفع انا هالقصط مما اخذ ريسك انا فوت على المستشفى ويطلع فاتورتي ما اقدر احملها وين بدي اجيب. طب سؤال بديهي للناس اللي عم بيتابعونا قديش فينا نعطيهم نحن بلافون او سقف اي بوليس العاديه من وين فينا نبلش؟ بالصحه اليوم اغلبيه البوليس بلافون تبعهم ال 100,000 دولار وبالطالع في منهم ما فيهم بلافون فيهم بلافون عدد ايام بس. كافيين لدخول المستشفى مره او مرتين؟ ال 100,000 كافيين لدخول المستشفى مره او مرتين؟ ايه وفي في في شركات ما عندها بلافون حسب المنتجات. نعم. طب قديش قيمة هالبوليسة يعني تختلف بحسب بلافون تبعها يعني سقفها ولا كيف؟ تختلف شيء بسيط يعني نعم. 10% مش من وين بنبلش باسعار البوليس اذا بتسمح لي؟ الاستشفائية الصحية ربك بيعرف. يا ما بعرف عن غايب صراحة يعني بس انه حسب فيك تبلش من ال 500 دولار وتوصل لل اقل شيء 500؟ ايه لحسب للولاد بالدرجة الثانية طب يعني للولاد بركي اليوم على الفريش نزل يعني صار شيء 250 300 للولاد الصغار 250 مضربه على البريمير كلاس بابا اللي بضربه لانه ما مشان ما في ضرب للمستهلك في ضرب اكيد وبفهمه 100% بس لقلنا نحن عم ندفع فاتورتنا بالفريش. طب انتم قدراتكم التشغيليه شبابكم الفريق العامل قادرين تكفوه لحتى يبقى حدكم؟ عم نجرب قدر الامكان اليوم نحن غايتنا الاستمراريه مش بالجنة الارباح غايتنا اليوم 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 هالسنه بسنتين للي مش للي كانوا وللي قادمين اهم شيء الاستمراريه الاستمراريه ما بتدوم عم تشتغلوا فقط فريق العمل عم تشتغلوا فقط للاستمراريه اي نكي عندك ريسك كثير كبير اليوم واحد فكر رح ننتجني ارباح مع كل المشاكل اللي عندك ما تنسى كمان المصريات المصريات اللي موجودين بالمصارف بالدولار اليوم المصارف للي هن مكبدين ما فينا نعمل شيء فيهم ومانا عارفين شو مصيرهم اها شو ناطرين؟ قلت مش عارفين انا بدي اسالك ما عارف ناطرين استثناء رعايه خاصه لانه انتم قطاع اساسي بالبلد بغير بلدان مثل قبرص مثل اليونان مثل الارجنتين اللي صار استثني من الهيركات حقوق حاملي العقود بشركات التامين لانه هون في قسم كبير من المصريات هن لحاملي العقود مش لقلنا استثنوا بغير بلدان وحكينا نحن مع الوزراء المختصين ومع اللجان النيابيه انتبهوا على الشغله وافتكر مفاوضين مع صندوق النقد وصندوق النقد المفروض يكون واعيين هالشغله لانه اليوم نحن عندك خاصه بعقود الادخار بالتامينات الحياه الادخار عندك 95% من المؤمنين قيمه الكونترات تبعهم تحت ال 10,000 دولار تحت ال 10,000 دولار هول يكونوا محميين كثير وكل العالم تكون محميه. وهيدا الشغله كثير مهمه عم نحكي فيها عده مرات كنا قرار من مين بدها هيدي الشغله؟ هيدا قرار بالمفاوضات مع كيف رح تصير مع صندوق النقد وكيف رح يعملوا الخسائر شو اسمه؟ ان شاء الله وزير يعني وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد وقع عليها هو بالواجهه 100% وزير الاقتصاد واعي على كل مشاكلنا وداعمنا بكل يعني واعي على قضيه الكابيتال كنترول ومقتنع فيها 100% واعي على قضيه الادخارات والحقوق كل حاملي هلا صار في رئيس للجنه الاشراف على شركات الضمان بالانابه نعم عينوا مع الوزير عينوه نعم. واجتمعنا معه في كل يعني علاقتنا مع الوزاره ومع لجنه الرقابه بهي نقول باحسن ايام شفافيه وتعاون وتفاهم سوا عنا ناس فاهمين شو مشاكلنا عارفين شو مشاكلنا نعم. ونحن كمان اهم شيء عنا نحن عم نتعهد كجمعيه نطلب من كل الاعضاء ما تصودوا وجه القطاع ما بدنا حدا يتشكى من شو بده يتشكى من اوضاع ماليه في شوازات في ناس عم تعمل شوازات حلو حلو كل قطاعات في شوازات اعتراف هيدا
في ناس عم تعمل شوازات، هذا اعتراف. طب شو بتضحك على بعض؟ يا بدنا نكون شفافين يا بنقول نحن ما في شوازات عم نجي نرجع نحكي مع الشركات، لانه نحن ما عندنا سلطه على الشركات، نحن ما عندنا نقابه، نحن بنتمنى عليهم. مش نقابه انتو؟ لا اكيد لا. شو؟ نحن جمعيه. نحن بس نعمل تمني على الشركات، عم نجي نمون، عم نعرف اوقات بمشاكل نتصل بالشركة يا جماعة عيب حلوها، بس نتيجة الرقابة هي فيها تربح. طب اليوم يعني موضوع التأمين، إذا بتسمح لي قبل ما يخلص الوقت بدي أسألك عن البور، يعني هذه المواضيع اللي حكينا عنها كثير وبعده اليوم هذا الموضوع بين أخذ ورد. لا ليك قديش قادرين نقدر نحمل نحن كشركات، والناس قديش قادرة تحمل الشركات اللي بعد ما عوضت لها؟ في شركات أخذت المبالغ بلشت مشكورة. لا بلشت تسيسر أكثر وأكثر الأشياء. وعيدة التأمين في قسم كبير منهم عم يتجاوب. نعم. بلش يتجاوب، عم تطلع تدريجيا الدفع للمؤمنين، عم يطلع تدريجا، مش منه واقف قد قبل. لا منه واقف. ونتيجة التحقيق شو بتغير؟ اكيد بتسرع، خلص بتخلص. نعم. يا هيك يا ريت بتطلع. اذا في شيء اندفع مش بمحله قلت لي سيسترد. ايه لانه اليوم كل دفع عم بيصير عم يدفع على الزبون، عم بيمضي اسقاط انه الشركة ما عم تعترف انه الحادث مغطى، بسموها without prejudice، وانه اذا لا سمح الله تبين انه هيدا عمل شهر. نعم. ام حرب ام مش مضمون ببوليس التأمين، بيتعهد يرجع المصريات لقبضها. اكيد بالفراش بده يرجع اذا عبد بالفراش. شو بتعمل اليوم انت اذا البوليس ما بتغطي وطلع الحادث مغطى، اذا قبض وما رجع صار اسراء غير مشروع هيدا. طب اليوم حوادث السيارات بهذه المرحلة كمان عم ينحكى انه كمان في بعض المشاكل عم تنقلب على الفريش السيارات كمان. سيارات التوريسك بدها تنقلب على الفريش، ما في مهرب. نرجع نقول لك مشان القعدة النسبية. طب ليش ما مندولر كل شيء بقى وخلص كل الفريش؟ تدريجيا رح يتدولر كل شيء. ما ندح يعني اليوم انت قطع الغيار كيف تدفعها؟ دولار طبعا بالمقياس. التصليحات عم تدفع دولار، حتى الزيت كله عم تدفعوا دولار. ما تضحك على بعضنا، نحن مثل ما بندفع فواتيرنا، يعني لو كانت عم تدفع باللبناني بس على 30,000 يعني كانه دولار عم تدفعه. وما تنسى انه نحن عم نتعهد تجاه زبون على بوليسا على سنه، شو بعرفني انا على سنه شو بيصير اللبناني؟ لكن هلا ما بقى بتاخذوا انتم على اللبناني ابدا بواليس. 90% كله عم يقلب على الفريش، في بعض البواليس باللولار. نعم. اللبناني بعده التامين الالزامي. الزامي بعده؟ بعده لانه قانونا مجبورين، بس كمان التامين الالزامي يعني هذه من هي مسؤوليه المؤسسه الوطنيه مش مؤسسه الجمعيه. بس عم نحكي كمان نحن كشركات انه اليوم عندنا مشكل كثير كبير بالتامين الالزامي. لازم يتغير طريقه تسعيره، لانه اليوم التامين الالزامي في اكثر شيء مصاريف طبيه، والمصاريف طبيه بالفريش. طب كيف انت بدك تاخذ كونترا تبعك باللبناني وتضلك على الدولار؟ على كل حال رئيس المؤسسه عم بيعالجوها هو مجلس ادارته تيلاقوا حل، تيلاقوا حل لهالشغله صراحه، لها مشكل كبير. يعني كل هذه المشاكل علاقتها مباشره مرتبطه بالدولار الامريكي. في مشاكل لها حلول. نعم. ما هيك نحن مشاكل وحلول، مشاكل لها حلول بدها شغل، بس كمان الحلول ما فيها تجي على ظهر المؤمن. ممكن يوم عم نعمل اكثر طريقه تنقدر نحافظ على الزبون اللي نحن رب صار له معنا عشرات السنين، بس كمان نحافظ على استمراريتنا، لانه اذا نحن ما استمرارينا الزبون كيف بده يضل؟ ايه بس يعني سؤالي بيطرح نفسه نقيب اذا بتسمح لي بالختام، انه رح نوصل لدولره اقتصادنا يعني بحل المشكله؟ لانه عم نحكي بقطاعات كبيره جدا مع يعني الوقت. ايه مع الوقت حسب اليوم. انا بعتبر اقتصادنا تيرجع ينتعش. نعم. لازم الطبقه الوسطى ترجع تنتعش وتكبر وتترجع تترجع كل مثل ما حكينا بالاول، يعني تحت الهواء انا وياه. نعم. حسب المعاشات كيف بدها تطلع. اليوم القوه الشرائيه تبعك الطبقه الوسطى اذا ما رجعت المعاشات طلعت. نعم. كيف بدها تمشي؟ والاقتصاد كيف بده يمشي اذا ما في طبقه وسطى عندها قدرة شرائية؟ الاقتصاد ما بيمشي. عمين بده يمشي على 2% 3%؟ شو بده يمشي؟ أنا بدي أشكرك أستاذ إلي لهذه الإطلالة اللي دايماً عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان بتكون توضيحية بهذا الشهر، الشهر المبارك، بقول لك ميلاد مجيد وينعاد عليك. ينعاد عليك والمشاهدين الكرام، وأنا بشكرك على رعايتك لقطاعنا ولاهتمامك فيه. شكراً لك.
أصدقائي فاصل ونعود لمشاكل وحلول. بعدنا معكم ومتابعين سوا مشاكل وحلول مع ضيفتنا نائبة المرضات والمرضين بلبنان البروفيسور ريما ساسين أظان. مش بحاجة لحتى نسمع وقت اللي بتقول النائبة بالصحة ما لازم يصح إلا الصحيح ومعا لإنقاذ قطاع التمريض. من أول يوم انتخبت فيه وما قبل ولليوم ولبكرة أنا أكيد هي حريصة على أنه كل إنسان يفوت حقه، وكيف كان هذا الإنسان يلي يتفانى في سبيل أنه نبقى نحن بصحتنا بواجه المخاطر بيسعى قدر المستطاع أنه يتابع يواكب وليمل وليكل وبابتسامة وبوجه باسم بيحاول يخفف على المريض المحتاج. سعت النائبة لحتى يوصل صوته للمسؤولين المعنيين، لأنه لا يكفي الكلام بعناوين طنانة رنانة ممكن نسمعها، ولكن مفترض وراء الكواليس نشهد ونشتغل لحتى نقول هذا القطاع يستحق أن لا يحرم بعد اليوم من أي حق من حقوقه. بروفيسور ريما ساسين قزان نائبة المرضات والمرضين بلبنان، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا لاستضافتكم. سمعنا صوتك من سن الفيل لهون، كانت شغلة حلوة كثير. بالصحة ما رح يصح أو ما بيصح إلا الصحيح معا لإنقاذ قطاع التمريض، يعني مع حكومة الإنقاذ معا للإنقاذ كمان، هيدي كلها بتتجانس مع بعضها. صحيح، هذه الصرخة المطلبية إنجاز التعبير البعض قال إنه هي تحذيرية، أنت مين عم بتحذري بهذه الصرخة؟ هيدي الوقفة المطلبية مش الأولى ولا الأخيرة، يعني مثل ما أنت دايما كنت مرافق نقابة المرضات والمرضين، دايما هي على استعداد لما بيكون هالقطاع عم ينزف وعم بيعاني، دايما أطلقت صرخات. فاليوم أطلقنا وقفة مطلبية جديدة وسميناها معا لإنقاذ التمريض وبالصحة ما لازم يصح إلا الصحيح، وأنا بركز على لازم لأنه عنا حقوق مطلبية وسميتها تحذيرية بيسوى، لأنه مين عم نحذر فيها؟ عم نحذر فيها المسؤولين بالبلد. نعم. اللي أنا عبرك بتوجه لهم بدءا من فخامة رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء للوزارة المعنية وزارة الصحة ولكل الوزارات، لأنه نحن كمان بعملنا نتعامل مع الوزارات عدة ومع نقيب المستشفيات الخاصة، هودي كلهم اللي هن المسؤولين بالبلد. نعم. إلهم عم نطلق الصرخة، لازم أمنوا أنقذوا قطاع التمريض وأمنوا إذا بدكم كمان مساعدات مالية من الخارج لحتى هالتمريض يضل واقف على إجرائه. أنا عم فتش على وزير المال منه هون، ما نشتيه هو الأولى، ما مشان هيك حطيت الوزارات المختصة لحتى. نعم. ما عدت في عندك وزير المال، وزير الاقتصاد، وزير العمل، وزير التربية والتعليم العالي، كل الوزارات نحن عم نتعامل معها. نعم. لحتى نوصل لمطالبنا. مظبوط، في 2000 من المرضين والمرضات. نعم. أو مرضات ومرضين تركوا البلد وهاجرونا، 2000؟ صحيح، من 2019 لليوم 2000، وهن عدد كتير كبير، وهيدي ظاهرة غير مسبوقة بلبنان. يعني أنت بتعرف كلنا عشنا الحرب ورغم كل الظروف القاسية ولا مرة وصلنا لهالعدد اللي هو تقريبا بشكل 20% من عدد المرضات والمرضين بلبنان، لأنه مشان هيك نحن علينا الصوت اليوم وقلنا أنه لازم نوقف قبل ما هالقطاع يصير في خلل فيه ويصير في نقص حاد. اليوم ما في خلل بهذا القطاع، ما في خطر، ما في خوف، إذا بدك تحذير أنه يصير. لأنه بدي أقول شغلي، صحيح في 2000 عم بفل، بس في مقابيلهم عم بيتخرجوا بين 2000 و3000، في خبرة هونيك، في خبرة صحيح فقدناها، هودي بحاجة لمرافقة. بس كمان في نقطة بحب ضوي عليها، إنه في ناس عندهم خبرة وقرروا ما يهاجروا، يقعدوا بالبيت. ليه؟ لأنه معاشهم ما عاد يكفي غير التنقلات، ففضلوا يقعدوا بالبيت ينتبهوا لأولادهم لحتى ما يروحوا. فإذا حسننا شروط وظروف العمل فينا نجيب هودي المرضين اللي قاعدين بالبيت كمان هن تيسدوا النقص مع المتخرجين الجدد. يعني موضوع رفع الأجور هو أساسي بشغلتكم؟ أساسي جدا. يعني اليوم للمرضى، ونحن عملنا دراسة على المستشفيات تقريبا، تبين بيتراوح معاشها بين 1,500,000 مليونين، يعني ما يوازي إذا بدك بالدولار 50 دولار، ماكسيموم 90، هلأ اليوم 28,000 دولار. يعني هيدا الشيء ما بيغطي تكلفة النقل عندها. نعم.
وهي المرضى بحاجة لتعيش حياتها، بدها نقل، بدها كمان تعلم أولادها. مشان هيك لاحظنا اللي عم بيفلوا هن من المتزوجين أو المتزوجات اللي عم بيروحوا يدوروا لمستقبل أفضل لأولادهم. مزبوط. فطلبنا من ما طلبنا أنه ينعطاهم من قبل مؤسساتهم مساعدات مدرسية وجامعية. يسلم. بتسمحي لي بدي أستعرض أنا وياكي، أنت طرحتي تقريبا 13 مطلب. نعم. يعني أول شيء رفع الأجور اللي حكيتي عنه، طلبتي أنه يندفع منه شيء فرش دولار يعني. مزبوط. في إمكانية؟ لمستي إمكانية يعني المستشفيات أو نقاط. بصراحة نحن هلأ داعيين وعملنا هالوقفة وداعيين لحوار وتفاوض. بدنا نقعد كلنا على طاولة نتفاوض مع نائب المستشفيات الخاصة. قبل العيد ولا بعد؟ قبل العيد ميلاد رأس السنة ولا بعد؟ أكيد بعد، بس هلأ نحن عم نحضر اللي بدي أقول لك عنه، العقد العمل الجماعي اللي هو بده يوحد شروط العمل. هلأ رح نبعثه لنائب المستشفيات الخاصة وبرعاية وزير الصحة اللي هو كمان حب انه برعايته نحن منتكل عليه ليدعم القطاع الصحي. رح نشتغل سوا لأنه شفنا بعض المستشفيات عم تقبض قسم كمان من الأموال بالدولار. وتاني شغلة طلبنا من الجهات المانحة اللي عم يتفاوض معها وزير الصحة ومن صندوق النقد الدولي، من هون يجيبوا نسب مئوية كمان تدفع بالفريش دولار، وإلا ما في هالممرض أو الممرضة اللي عم تشتغل ضلها قادرة تكفي بعملها وتقوم بواجباتها المهنية. قديش بنحمل نحن هذه المطالب أنت هلأ عم تحكيها، بس قديش اللي عم يسمعونا ومعنيين بيحملوا تيدفعوا ولحتى يقبضوا؟ يعني أصحاب العمل قدي بدهم وقت ليدفعوا لهم للممرضات والممرضين حقوقهم؟ هي معك حق، في وقت يعني، مشان هيك نحن ماشيين بحملة إذا بدك ما رح نوقف فيها. بلشنا بالوقفة المطلبية وبدو يلحقها عقد العمل الجماعي، وعقد العمل الجماعي لحتى إذا بدك نعمل ضغط عليهم إنه لازم تلاقوا سبل تمويل. شو رح يكون بنود العقد العمل الجماعي تقريبا يعني؟ أول شيء الأجر، توحيد الأجور. رح ينذكر فيه لبناني دولار نص نص؟ نحن رح نعمله إذا رح ناخد بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية المالية وضغط العمل. يعني بدنا نعمل مثل فورمول لحتى نقول حسب هالمؤشرات بيعلى وبينزل هالأجر. هيدا أول نقطة. تاني نقطة هي بدل النقل. بدل النقل ما فينا بس نتكل على الـ 24 ألف اللي عم يقبضوها كل يوم. 24 ولا 65 انتو عم تقبضوا؟ يعني هلا بال 65 اوكي، بس كمان هي ما بتكفي. نحن طلبنا بدل صفيحه بنزين اسبوعيا حسب سعر الصرف اللي بتحدده وزاره الطاقه والمياه. بس 65 اذا كم يوم بيشتغلوا؟ خمس ايام هي زي هن بيشتغلوا 42 ساعه بالاسبوع خمس ايام. فكمان طلبنا انه من عقد العمل، بند من عقد العمل، انه تتخفض ساعات العمل ل 35 ساعه. هي بالعالم كله وخصوصا القطاع التمريضي لانه بيعاني عنده اذا بدك وضغط، يعني في ضغط ونقص عليه، وخصوصا بالاقسام المغلقه اللي بيشتغلوا 7 ساعات كل يوم. في منهم 12 ساعه اوقات كمان، وفي منهم 8 ساعات مش 7، 8 او 12 ساعه. بالدوام جديد 35 ساعه على 5 ايام. نعم بصيروا تقريبا بال 7 8 ساعات. نحن عم نطالب يصير هيك. هو هلا أغلبية العالم عم تشتغل 42 ساعة بالأسبوع، فطلبنا أنه عدد ساعات العمل تنزل. كمان هالحوافز اللي حكيت عنها المدرسية والجامعية هي كتير مهمة ضرورية. وحوافز كمان للأشخاص اللي بيشتغلوا بالأقسام المغلقة، وبعني فيها أقسام العناية الفائقة واللي بيشتغلوا بالليل، هودي بيزيدوا لهم إذا بدك بدل برايم يعني على معاشهم. نفسيا معنويا يعني؟ نفسيا ومعنويا وجسديا في ضغط كتير كبير. واللي بيشتغلوا بأقسام الكورونا هلأ مثل ما عارف يعني لابسين كل الوقت اللباس وحاطين هالماسك، ما فيهم يتحركوا مع المريض، كمان هودي بكل العالم عم يلحظوا لهم حوافز مالية زيادة للي بيشتغلوا بأقسام الكورونا وبالتطعيم بالتلقيح كمان. وكمان طب هل كل اللي عم نحكيه نحن سهل يصير ولا بدنا انتوا درستوا الامكانيات؟ في اشياء سهله تصير بساعات العمل، فيها تصير. الحوافز فيها تصير. ليش عم اقول لك فيها تصير؟ لحظه، لانه في بعض المستشفيات عم تعطيها. نعم.
انا ما عم نحكي اشياء يعني بالهواء، جامعية، في مستشفيات جامعيه وغير جامعيه عم تلحظ الحوافز والمساعدات وساعه العمل. فعلى غرار هالمستشفيات خلينا نوحد شروط العمل بكل لبنان. ساعتها المرضى اشتغلت بالشمال بالبقاع بجنوب ببيروت عندها زيت ظروف العمل. كمان في شغلة كتير مهمة بحب ضوي عليها، هي حماية الممرضين من العنف. يعني عم نشوف العالم كلها هلأ ستريس، يعني كل يوم بيطلع عايشين على الدولار، بيجوا على الطوارئ بفشوا خلقهم بالمرضى. طب هي كمان المرضى اللي عم تشتغل كمان إنسان، هي جاية تساعد كمان معاشها متدني وعم بتقدم جودة بالعناية، فنلحظها. فهون كمان في قانون بده يطلع ونتمنى يطلع بسرعة، هو نقيب الأطباء طلع فيه، بس طلع فيه لكل العاملين الصحيين ولحظ القطاع التمريضي، نتمنى يطلع تيحمي المرضين. وكمان بدنا نلاقي لهم تطور وظيفي، هيدي مش صعبة ما بدها مصاري. أنا إذا كنت مرضى صار لي 10 سنين، معقولة أنا تعلمت عملت ليسانس ورجعت عملت ماجستير ضلني بمكاني؟ فلازم أنا يكون في خطة المؤسسة تحطها للترقية. هيدا الشيء يعني بكونوا عم بيقدرون على شهاداتهم بعد هالعشر سنين، ايه بيسوى انه عم تقدر على جهودها على شهاداتها على كفاءاتها. هيدي كمان مش صعبة تصير. بالتطور وين بدها تروح؟ شو بدها تعمل؟ بالتطور حسب الشهادات. نعم. يعني فيها تاخد تصير هي من الكوادر التمريضية بمراكز الصحة الأولية، فيها تكون أول شيء بكل أماكن العمل، بمراكز بالمؤسسات الاستشفائية. نعم. بتكون كادر، بتكون مدير التمريض، فيها بمراكز الصحية الأولية كمان هي فيها تكون مسؤولة عن هالمركز. نعم. كممرضة بالمدرسة كمان فيها تكون بالحاضنات، هن المسؤولين على الحاضنات هن ممرضين وممرضات، ففيها إذا بدك تترقى وتاخد مناصب لأنه عم تتعلم. برافو. طب والناس اللي هن بالخدمة ما بتشتغلوا لحتى يعملوا دورات كمان تتطور إمكانياتهم ومهنية؟ أكيد. يعني نحن بنقابة الممرضات عنا القانون 136 اللي هو بحفز كل الممرضات أنه لازم بالسنة تاخد على القليلة 10 وحدات تعليمية. يعني كل سنة مجبورين نحن النقابة هلأ بصدد عربية؟ مش مهم، المهم. أوكي. يكون بتشتغل لتطور الكفاءة التمريضية فيها بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي، مش مهم اللغة. بتقدم امتحان شيء ولا لا؟ نحن هلأ عم نربط إذا بدك هيدا القانون وهيدا التعليم المستمر بضل محافظة على إذن مزاولة المهنة اللي بتمنحها وزارة الصحة، لحتى نضل نقول أنه أنا بدي ضلني على أبتوديت، يعني بدي ضلني على دراية بكل شيء عم يتغير. عنا وباء جديد بدي أعرف كيف بدي أتعامل معه، عندي أمراض جديدة. إرشاد ورعاية هون رحنا. صحيح، ارشاد ورعاية وتثقيف صحي، هذا بحب ضوي عليه. نعم. لأنه المرضى مش دورة هي علاجة وتعطي إبرة وتعطي دواء، لا، هي دورة التثقيف الصحي، الإرشاد، الوقاية من الأمراض، وهون عندها دور كتير كبير تلعبه. نعم. وهيدا فينا نضوي عليه بمراكز الرعاية الصحية الأولية وبالمدارس. فهول مطالب مش كلهم بدهم مصاري، بدهم عن جد إرادة وإدارة. بدهم وإدارة وبدهم قانون كمان يحميهم، وأكيد تنفيذ على الأرض. طب اليوم أنتم شخصيا كنقابة عم تشتغلوا على رؤية مستقبلية لمهنة التمريض مثل ما أنت قلتي. نعم. قديش مهم نقول كمان نحن بحاجة لحوافز وإمكانيات لحتى نقدر نحن نبرع، لأنه بتعرفي اليوم التطلع نحو المستقبل بده. نعم. بده امكانيات لحتى نقدر نواكب، انتم قادرين كمان بالنيابه؟ يعني مشان هيك نحن هلا كمان عبركم انا بشجع كل الشباب والصبايا ينقوا مهنه التمريض، ينقوا اختصاص التمريض. لانه اول شيء بينت هالمهنه عندها دور اساسي بالنظام الصحي، وخاصه من بعد ما شفنا بوباء كورونا وبكل الاوبئه، بس هلا تضوى عليها اكثر، لانه عندها الدور الاساسي وهي مبنيه على اسس علميه وانسانيه. وانا باكد لك إذا كنت معي اختصاص تمريض ولا مرة في يكون عاطل عن العمل، يعني وين ما رحت بكل بلد هون وبالخارج، مشان هيك عم ياخذوا ممرضينا دغري. نعم. عم ياخذون لأنه عندهم الكفاءات. فإذا نظمنا وطورنا مهنة التمريض وأهم شيء حسننا شروط العمل، بصير يجينا شباب أكثر للمهنة، وأكيد ما بنعود نعاني من النقص. عدد الجامعات اللي عم بتخرج
نعم تمريض ممرضات وممرضين قديش عندنا؟ 22 جامعة، وفي عندنا هودي الجامعات اللي بيعطوا إجازة في العلوم التمريضية. نعم. وعندنا مقابلهم حوالي 100 كمان مؤسسات فنية بتعطي الإجازة الفنية في التمريض. قديش يعني نحن بلبنان بنحتاج لحتى يكون عندنا جهاز تمريضي معزز بممرضات وممرضين؟ نحن إذا بناخد هلأ الموجود الأحصاءات، نحن بالنقابة مسجل عندنا 17900 ممرض، بس هودي 17900 إذا كلهم عم يشتغلوا بغطوا كل النقص. من بيناتهم في عندنا 9000 بس هني عم يشتغلوا بالمؤسسات وكذا، مشان هيك بدنا قليل. إذا عندنا هذا العدد يعني 10000 وما فوق، أكيد فينا نغطي المؤسسات الصحية، المراكز الرعاية الصحية الأولية، المدارس. يعني مشان هيك عم نعلي الصوت، حسنوا لنا ظروف العمل، ما بيكون عندنا نقص. طب بس نحكي نحن عن الممرضة والممرض، بنحكي بس عن مستشفى، عن مركز صحي؟ نعم. ولا بنحكي عن ممرضة أو ممرض بالبيت مع مريض هو بيحتاج يكون في حدا حده موجه والعائلة تثق فيه؟ مرسي على سؤالك، لأنه هيدا دايما بالإعلام ووين ما بنسمع بنفرج الممرض بالمستشفى. هي عندها دور كبير في التمريض المنزلي، وهون بتتعلم فيه. ونحن هلأ بصدد هلأ نشتغل بالسنة الجديدة على قانون بينظم التمريض المنزلي، لأنه في حاجة لاحظنا إلها، لأنه الناس ما عاد فيها تدخل على المستشفى. وإذا أنا بدي أقوي الوقاية الصحية، يفضل من هون ورايح أنه المريض يضل ببيته، ساعتها أنا ببعت له ممرض أو ممرضة يهتم فيه. بس هيدا بده قانون لننظم المهنة لحتى يوحدها. فعندي التمريض المنزلي كتير مهم، وفي المراكز اللي حكيت عنهم الرعاية الصحية الأولية اللي بنسميهم مستوصفات، هودي شغلهم الوقاية الصحية. إذا أنا أمنت ظروف وشروط عمل أحسن من هلأ الموجود، كمان بخفف دخول المريض على المستشفى. وهي مش أنا عم أقولها، الدراسات بينت لها. إذا أنا ساعدت هالمريض وفي كان في وقاية من الأمراض وثقفته صحيا، أكيد بخفف النص. نعم. وأكثر دخوله للمستشفى. وعند الممرضين اللي بيشتغلوا بالمدارس، هودي ولا مرة عم يتضوى عليهم، وهلأ عندهم دور كتير. بالمدارس بالمدارس هن دورهم أهم شيء التوجيه والإرشاد للأولاد بالمدارس. وإذا صار شيء، لأنه هن بيعملوا في زيارة بتنعمل. نعم. لكل طالب بالمدرسة بيشوفوا وضعه الصحي وبيعطوه إرشاد، وبيتأكدوا إذا عامل كل التطعيم المضبوط أو ناقصه شيء. وكمان بيعلمون هلأ بس يكون في وباء، كل الإجراءات الوقائية هن بيستلموها. وإذا ولد وقع أو كذا، كمان هن حدوا حتى يساعدوا. فهودي دورهم كتير كبير، وخصوصا هلأ مع الأولاد ومع تفشي وباء الكورونا بالمدارس، يعني عندهم كان دور كبير ينتبهوا على الماسك، ونرجع على التباعد الاجتماعي، ويتأكدوا أنه الصفوف والأولاد بالصفوف كمان موجودين حسب هالكادر ومحترمينه. أنت كيف شايفة مستقبل كورونا عنا؟ البعض بيقول ما في رجعة للمدارس عن جديد. بصراحة مش تشاؤم عم نحكي، نعم، ولكن وفق أرقام، لأنه الوزير عم بيحذر، كل المعنيين عم بيحذروا يا جماعة انتبهوا. وأنا بعرف كتير 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 يعني ناس إجاهم الكورونا من أولادهم، يعني من المدرسة. صحيح. على البيت. صحيح. بقى من اليوم طولت الفرصة شوي، يعني بلشت اليوم ومستمرة بعدين. نعم. تقريبا 25 يوم. أنت شخصيا كيف بتشوفي المرحلة المقبلة مع كورونا؟ أنا عم بشتغل على هيدا، ونحن أطلقنا صرخة من جمعتين، وأنا نحن كمان عضو بلجنة الكورونا وعم نشتغل عليها. هيدا كتير مهمة، وبدي أدعي الناس عبر خلالكم يلتزموا بالإجراءات الوقائية ويطعموا. ممنوع السهر. نحن هلأ كمان بدنا ننتبه أنه بالأعياد في تجمعات العائلية، منحب عائلتنا وكذا، بس إذا بحبها بدي أحميها. أول شيء ما بدنا يكون في تجمعات. طلبنا أنه 50% من الأماكن تكون معباية. إذا بيت بساع 10 أشخاص يكون في 5، يعني كل واحد يسهر هو وعائلته الصغيرة، ويتمنى الأعياد لأحبائه أونلاين. هون بدي أشتغل على الأونلاين، بس أنا بدعي الناس تجي تطعم. وهون مع وزير الصحة عم ينعمل حملة قوية. في ناس عندهم أفكار مغلوطة عن التطعيم، لازم ندعيهم. الطعم بيّن هلأ، الدراسات بيّنت والأعداد، إنه المرضى اللي موجودين بالمستشفى واللي عم بيفوتوا على العناية الفايقة ومعهم الكورونا، هني ناس مش مطعمين. فإذا الطعم بيحمي.
صحيح انا مطعمه بس اذا معقوله قلقت الكورونا بس العوارض بتكون اقل. نعم. ليه؟ لانه انا ملتزمه حاطه الماسك هلا شلته كرمال المقابله. نعم. عم غسل ايدي، عم في تباعد بين الشخص والتاني وما بروح على الاماكن المكتظه. يعني هلا عبر اعياد الميلاد وراس السنه ما علي بدنا نضحي هالسنه ما نسهر الا ضمن عائلتنا الصغيره وما نروح على محلات مكتظه. وحدا يفهمني غلط، الكنائس كمان والعجقه بدهم كمان الناس ينتبهوا. صحيح الكنائس كمان وكل الاماكن الصلاه ما بدنا نستثني شيء. في محل الليت محطوط اكس مطرح ما الشخص بده يقعد تيضل في مسافه متر ونص. نعم. تباعد بين الشخص والتاني، فهيدي بدنا نحترمها. ما بعتقد شخص بيحترم هالاجراءات وبيطعم اكيد هيدا الشيء ليش عم نطلق صرخه تحذيريه لحتى نوقف هالوباء، بس اذا ضلنا مكفيين اكيد رح نوصل لمستقبل قاتم. لا سمح الله قادرين نواجه الكورونا اذا تفشت مثل العام الماضي بعد ميلاد وراس السنه. هاي السنه صعبه من كل الميلات. اول شيء مثل ما شفتوا عم تسمعوا دائما نائب المستشفيات عم يدعي، عم بيقول انه اوقات ما عندنا مستلزمات طبيه، في اقسام استشفائيه سكرت، في مرضين نقصوا، فكل هودي ما عاد فينا نكون نجابه مثل ما كنا عم نجابه. مشان هيك الوقايه، التطعيم، احترام الاجراءات الوقائيه، يعني هو لازم يكونوا من سلم أولويات كل الشعب اللبناني لحتى يعيد بصحة جيدة ونوصل عام أحلى إذا الله بيريد. نقيبي أنا بدي أشكرك لهذه الإطلالات يلي أنا أتمنى أن تكون متكررة لأنه كتير مفيدة وكتير مهمة، انطلاقا من دورك لأنك أنت عارفة بموقعك شو اللي هو مطلوب وشو اللي مفترض أنه ينعمل وشو بدك تقولي للناس للممرضات والممرضين عبر تلفزيون لبنان. كيف تحبي تعايديهم؟ الكاميرا لك. أنا بعايد كل الممرضين والممرضات وبقول لهم نحن إيدنا بإيدكم، قوتنا باتحادنا، نحن ما رح نتوانى أبدا على المطالبنا، رح نكفي للآخر سوا. وأنا بتمنى عليكم أنتوا تضلكم صامدين، وتحية لكم لأنتوا اللي صمدتوا بهالبلد، ونحن عم نشتغل نحن وياكم لحتى نضلنا بهالبلد ونهتم بصحتنا وبصحة أحبائنا. وكمان بستفيد من أعياد الميلاد وراس السنة تعايدكم، وعايد كل الشعب اللبناني وإلكم كل سنة وأنتوا بخير، وكل سنة والتمريض والصحة بألف خير. شكرا. بروفيسور ريما ساسين قزان، نائبة الممرضات والممرضين بلبنان، شكرا وأهلا وسهلا فيك وميلاد مجيد وعام سعيد، وإن شاء الله نلتقي بأقرب وقت. ميرسي، شكرا لك. أصدقائي نحن لهون بنوصل لنهاية حلقة مشاكل وحلول لليوم، لقاءنا بيتجدد بكرة بنفس الموعد، إلى اللقاء.